يأجل القرار. وعلى العموم احنا معانا الاستاذ بشير حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم. استاذ بشير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ احمد، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. في جديد يا فندم في مشكلة تعريب الامتحانات؟ خلينا بس اقول حاجة، انه زي ما حضرتك اشرت بالفعل القرار موجود من 2014، قرار 285. لكن خليني اسأل يا استاذ احمد، هو يحق لي ان انا ادرس المادة بالانجليزي وامتحانها بالعربي مثلا؟ والله يا فندم لو جرى العرف او بقالنا سنتين على كده يبقى حضرتك سمحت بيها. استاذ احمد مفيش عرف، في قانون، هذا القانون اذا اردنا اصلاح المنظومة التعليمية يبقى لازم نفعل القانون. حضرتك دلوقتي قلت، وعندك حق طبعا في اللي بتقول، انا ده لسان حال بعض اولياء الامور اللي مستائين من تفعيل القرار، ان هم بدأوا بقالهم 6 شهور بياخدوا دروس. بداية العام الدراسي يا استاذ احمد لا تقاس بامتى بدأوا ياخدوا دروس خصوصية، لان الدروس الخصوصية هي السبب في اللي احنا فيه ده، وهقول لحضرتك ليه دلوقتي حالا. اتفضل يا فندم. بداية العام الدراسي بتبدأ مع بداية العام الدراسي الفعلية، مش من شهر 7 اللي هو بداية ان هم بياخدوا دروس وبروحوا السناتر. لا، بداية العام الدراسي احنا بقالنا دلوقتي ان شاء الله القرار طلع يوم 5/12، يعني قبل الامتحانات ب6 شهور بالظبط يا استاذ احمد. طيب انا كان في خطأ في المنظومة، اصلحه ولا ما اصلحوش؟ امشي بالعرف ولا بالقانون؟ انا المنطقي ان انا بدرس مادة بلغة اجنبية، المفروض ان انا بامتحنها باللغة الاجنبية. اتقال انه الطلبة القرار بدأوا العام الدراسي بدأ من شهر ولا 2 أو 3، وكان المفروض يتقال تسهيلا على الطلبة، بقول ده من خلال حضرتك ومن خلال برنامج حضرتك، انه تسهيلا على الطلبة هيبقى فيه الى جانب الورقة اللي موجودة، الامتحان اللي موجود باللغة الانجليزية مثلا، هيكون موجود ورقة باللغة العربية. استاذ بشير معلش اقول لسعادتك بعد اذنك حاجة. صدق هو صدق. سواء هم من 6 شهور او من 3 شهور او من اسبوع، حضرتك النهاردة معالي الوزير استلم الوزارة امتى؟ بعتقد من فترة، من السنة اللي فاتت مثلا. خلينا اقول لحضرتك، ما هو استلم الوزارة امتى؟ طب يعني قرار زي ده كان وقته السنة اللي فاتت قبل بداية الدراسة، ما جيش بعد الدراسة بشهرين اطلب من الولايات تذاكر بطريقة تانية. يعني انت حضرتك على فكرة صح وكلامك صح، ومفروض طبعا انا في مدرسة لغات اخش امتحن باللغات، ولكن تمام. توقيت القرار مع الناس مش مناسب. وبعدين في حاجة تانية عايز اقول لك عليها برضو، في مواد فعلا احنا نقر ان هي زي الجيولوجيا، زي مواد معينة مش متوفر تدرسها باللغة الانجليزية بقوة، او يعني ممكن يكون فيه بس مش المدرسين اللي هم الاولاد بتتلقى منهم المعلومة الصح او بسهولة في محافظات كتير قوي في مصر. فالقرار عايز تجهيز حتى من دلوقتي للسنة الجاية. انا هقول لحضرتك يا استاذ، انا عشان نلاقي حل، لانك حضرتك طرحت مشكله، فالمشكله بالتاكيد لازم نوجد لها حل، والا تبقى مشكله كبيره جدا. احنا دلوقتي الطلبه دخلوا امتحنوا، دخلوا درسوا ماده علشان ياخد شهاده انه درس شهاده انه بلغه تانية غير اللغه العربيه. طب هو دخل يدرس وهو بيدرس فعلا باللغه الاجنبيه، هل المنطقي انه يمتحن باللغة العربية؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، خليني أفصل بس المشكلة، عدد زي ما حضرتك أشرت في الخبر، عدد من لجنة التعليم بمجلس النواب بعتوا مستائين إنه بعض المدارس لا تفعل القرار 285 لسنة 2014. فاللي صدر مش قرار من الوزير يا أستاذ أحمد، السيد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بعت كتاب دوري يقول لهم خلي بالكو ان احنا ما تنسوش القرار ده، وده حاجه بتتعمل كل سنه. يعني ما فيش قرار. معلش يعني انا هو ايه الاهميه العلميه للقرار ان انا اقول للراجل يخش امتحن جيولوجيا بالانجليزي في ماده علميه مثلا نفترض؟ ايه مدى الاهميه في تطوير، ايه علاقه ده بتطوير التعليم؟ هو العائد الايجابي ان انا الزمه انه يخش يمتحن في الماده دي بالانجليزي. مش انا ارتضيت ان انا ادخل مدرسة تجريبية؟ ايوه فندم ماشي، بس يعني أدخل يعني أدرس. انا النهارده استاذ بشير بعد اذن حضرتك، بس أدرس انت النهارده وزارة خدمية، والناس انت شايف الاسعار والدنيا والناس على اخرها، واللي دفع دروس خصوصية وهي طبعا ظاهرة سيئة ويا رب تخلصونا منها، بس اللي حصل حصل، احنا بنصلح المنظومة في طريقنا الى الاصلاح، فما ينفعش اجي اقول للناس ارمي اللي فات وابدا من يناير اللي جاي خد مادة، والمادة دي اصلا يعني تقيلة باللغة الاجنبية وهو عمره ما درسها بيها.
يعني انا النهارده لما اجي لواحد درس جبر بالانجليزي واقعد اقول له قص 2 وقص 3 صعب، والعكس برضه صعب. ازاي عمره ما درس وهو دارسها اساسا باللغه اللي هو اختارها يا فندم؟ هو دخل درسها بالعربي من اول يوم، بقى له سنتين امتحن بيمتحن بالعربي، متاح له انه يمتحن بالعربي. يا استاذ احمد بيدرس بالانجليزي ويمتحن بالعربي يا فندم؟ لا خلينا واقعيين، هو طبعا بيدرس بالعربي وامتحان بالعربي. لا مفيش درس بالعربي. عارف المشكله في ايه يا استاذ احمد؟ ايوه فندم. المشكله انه مدرسي الدروس الخصوصيه والسناتر هم اللي لا يجيدوا تدريس هذه الماده باللغه الاجنبيه، فعملوا الزوبعه دي كلها. انت ما عندكش ازمه في المدارس، انت عندك مدرسين في المدارس بيشرحوا للطلبه باللغه باللغات الاجنبيه، الازمه عندك في مدرسين السناتر اللي لا يجيدوا التدريس باللغه الاجنبيه. هو ده الازمه الحقيقيه. الشيء الثاني، اذا كنا بنبحث عن حل يا استاذ احمد، وده الحل اللي توصلنا له مع وكيل لجنه التعليم في البرلمان، انه هتكون موجود ورقه اسئله باللغه العربيه الى جانب ورقه الاسئله باللغه الاجنبيه بتشرح للطالب اذا كان مش فاهم صياغه السؤال، بتقول له الصياغه بالعربي اهي، لكن مطلوب من حضرتك انك تبين لي انك درست الماده دي باللغه الاجنبيه وتجاوب مصطلحات. ومفيش درجات على الصياغه على فكره، اذا كان خايف من الصياغه مفيش درجات على الصياغه. والله يا فندم نتمنى نتمنى ان يكون الحل الوسط ده مرضي لاولياء الامور. يعني انا انتوا طبعا ادرى او يعني عارفين ايه الـ 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 الانسب تربويا، نتمنى ان يكون ده مرضي ليهم وان يكون ده حل نهائي ونتعشى ان شاء الله يكون يعني مرضي ليهم. بس اذا اردنا يا استاذ احمد ان احنا فعلا نصلح في المنظومه، انا عارف ان ده قرار ممكن يزعل بعض الناس، لان احنا لازم نفعل القانون ولازم الاعلام يساعدنا على تفعيل القانون. اكيد يا فندم، انا معترف ان انا لو عليا عايز اروح افجر مراكز دروس خصوصيه، يعني احنا كلنا كاسر مصريه بنعاني منها وبتستنزف دخولنا بشكل مش طبيعي، ولكن التوقيت. فيا ريت لو سمحتم يعني حضرتك برضه يعني مناشده، لو في اي قرارات للسنه الجايه تعلن من دلوقت. بس ده هدفنا، ونشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. وانا واثق ان الاعلام هيساعدنا في ان احنا ان شاء الله يا فندم. يا رب ربنا يسعدك. شكرا يا استاذ بشير حسن، المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم.